حمزة. نعم. ملا تحب السباحة؟ تموت عليها. في رأيك أنت تموت عليها؟ آه. ملا نتمنى الإجابة تكون غلطة. في رأيك أنت وين الإجابة صحيحة؟ نقول أنا الإجابة صحيحة 26 جوان. تجاز عليا غير كيما هاد سمعتها في الراديو ولا؟ 26 جوان على ما رحتش مع صاحبك. كي راك متأكد منها على ما خليتوناش نلعبوا على 350 مليون سنتيم. علاش؟ جينيرالمون لي سبورتيف يكون عندهم الدقة. كاينة. أنت عندك الإجابة ساعة رحت لأربعة ما فهمتش. قضي الأمر. سفيان. نعم. اسكو راك متاكد من الاجابه تاعك؟ 22 نوفمبر. جاب لي ربي ما سقسيتكش اين أو في اي في اي يوم ولد عمار شندالي؟ باسكو زاد في 27 نوفمبر. الله يرحمه. في هذوك الايامات. عندي اخبار شباب راح نقوله لك. عندي اخبار بزاف. سفيان كي تطلع نقول لك وشنو هو الخبر الشباب. دائما نعاود نقول وهادو هما اللحظات اللي ما نحبش نكون فيهم، لانه من السؤال الاول نقدروا نقصيو فريق من اول سؤال في الحصه تاعنا. على ما رحناش 14 اوت لياس؟ على ما رحتش 14 اوت؟ ما كانش عندي الاجابه. وانت زعما ليكسبيريونس وانت اللي عندك الخبره. كان ميول تاعي 26 جوان. من الدخله كملتونا ليميسيو. الله غالب. قضي الامر. الخبرة سلكت لنا 200 مليون.